الراديو 90-90 هواها مصري. بس ايه، عايزه اكمل شويه على حته المهرجان. شفتي ازاي تعامل الناس مع الفنانه دينا الشربيني الفتره اللي فاتت، وبالذات كمان الضغط اللي حصل لها بعد حوار المهرجان؟ والله بصي، انا شايفه ان اللي بيحصل معاها بصراحه اوفر قوي. يعني دينا انا بموت فيها، والناس يمكن كلهم عارفين انا من قبل ما اقابلها في الحياه اصلا، وانا حاسه انها بني ادمه طيبه تستاهل ان الواحد يدعمها باي شكل من الاشكال. اتعرضت لظلم كتير قوي، ولسه بتتعرض لظلم لحد دلوقتي من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الناس. اتمنى ان شاء الله ان الناس تبتدي تشوفها بعين مختلفه، ويشوفوها بشكل زي ما احنا شايفينها كزمايلها واصحابها يعني. وفي الاخر يعني نفسي الناس بجد يعني عبروا عن رايكم يا جماعه، بس من غير ما تجرحوا الناس. بس البنات عايزين يعرفوا رايك بقى، مين احلى فستان في مهرجان الجونه؟ مفيش زميله راحت ما كانتش عامله مجهود انها تظهر باحسن شكل طبعا. فانا مين عشان اقول ان كانت فلانه لابسه حلو او فلانه لابسه وحش؟ حتى كده وانت متابعه كبنوته، والله العظيم مفيش حد. انا مقتنعه بحاجه يا فاطمه، ان مفيش حد من جواه بيبقى عايز يروح وهو عايز الناس يقولوا عليه شكل وحش. أكيد. فكل واحد بيجتهد بشكل او باخر حسب ذوقه وحسب الظروف المحيطه. خلي بالك، ممكن يبقى حد نفسه يطلع باحسن شكل، بس في الاخر ما لقاش فاشن ديزاينر عنده مقاسه مثلا. صح، ودي حاجه انا شخصيا احيانا بواجهها، ان انا ببقى على اخر وقت قررت اني اروح مناسبه ما، اكلم الديزاينرز يبقوا محتاجين وقت عشان يجهزوا لي حاجه تليق مع شكلي وتليق مع جسمي، فاضطر اخد احسن حاجه موجوده عندهم في خلال الظروف المعطيات، او في خلال المعطيات اللي انت قدامك اوريدي. ففي الاخر انا متاكده ان كلهم كان شكلهم عايزين يطلعوا شكلهم احسن حاجه. أبقى حرام ان انا اقول احسن واحده فلان واظلم واحده تانية كان ممكن تبقى احسن منها لو الظروف الاولانيه اتيحت للتانية. اكيد انت فاهمه اقصد ايه، ولكن كلهم كانوا امارات، كلهم كانوا حلوين. احنا عندنا احسن ممثلات واجمل ممثلات واكتر جاذبيه في العالم هي جاذبيه المراه المصريه، مش هقول لك الفنانه بقى. فكلهم كانوا حلوين. جميله ايتم، بص ردودك جميله يعني. الله يخليك.